السلام عليكم، صباح الخير. كي دايرين مع الصحايا؟ كلشي بخير، لاباس عليكم. انا اليوم في سوق الحد كنتقضى الخضره، واني معكم غنصور لكم داكشي اللي كاين، اللي قدرت عليه نصوره غنصوره ان شاء الله، وانتم معايا. هذا مسكين كيكون في باب ثلاثة كيجر الكروسة بحال كيلا تقدا شي واحد الخضرة، يتعاون معاه في سبيل الله، هو مسكين مداوي الاحتياجات الخاصة. الله يشافيه مسكين، راه هو ماشي كيطلب غير مسكين، هكا خدام على راسو. راه الا انسان هكا بغى يتقدا شي واحد ما فيها، بس الا تلاقيتو معاه هكا في الطريق ولا شي حاجة تعاونوا معاه، الله يجازيكم بخير.
عليكم، كي دايره مع الصحيحه؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم فخيدات ديال الدجاج بالرز. ومهم قطعتو فخيدات وقطعتهم بهذه الطريقه هذه على جوج، غادي نديرو مع الرز. كنحتاجو في هذا الرز هذا شويه ديال البزار بالنسبه للتوابل، شويه ديال البزار، شويه ديال الزعفران، شويه ديال الكمون، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الملحه، وشويه ديال القزبر يابس، وواحد المطيشه كبيره محكوكه، وتقريبا واحد ثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه، قزبر معدنوس، والبصله مشلضه بطريقه هذه، وشويه ديال الخزو، وشويه ديال زيت العود، وشويه ديال زيت السيور. والدقيق، بالنسبه للدقيق انا هاد الدقيق هذا محتاجه، غنفند تقريبا غندير فيه هاد، غندير فيه هاد الفخيضات ديال الدجاج بحال هكا. درت شويه ديال الزيت العود هنا وشويه ديال الزيت السيور باش يسخنوا ليا، باش ندوز فيهم هاد لي طونش ديال هاد الفخيضات وهاد الدجاج ديالي. نخلي الزيت تسخن شويه، غندير دوك الفخيضات ديالي هنايا. غادي غندوزهم، ماشي يتقلاو هنا مزيان، غندوزهم بشويه وغنحيدهم. هاي دابا غنهز هاد ملي تقلى لي شويه الدجاج، غندير دابا هاد الكرسي هدا، غنطفي على هذوك الدجاج اللي قليت ديك الساعات. انا درت فيه لا زيت لا والو، لانه فيه هو الزيت، يعني فيه داك الزيت وزدت عليه ديك الزبيده، يعني فيه اللي قليت فيه اللي شحر فيه سميتو داك الدجاج. غنزيد هذيك البصله، غنزيد الثومه، غندير داك الربيع، شويه ديال البزار، شويه ديال الزعفران، شويه ديال الملحه. شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الكمون، نحركهم شويه. انا الى سخنت الماء، درت الماء سخون، تشحر ليا البصيله هذه مع الدجاج شويه، ندير واحد شويه ديال الماء من الجناب باش ما تشد لياش. ها شويه دابا غنزيد داك الخيزو، غنزيد ديك مطيشه، نخليهم شويه يتشحروا، يتشحروا شويه، عاد نزيد عليهم الماء الكافي، ونخلي الدجاج ديالي حتى شويه يطيب، عاد باش يقرب يطيب ونزيد عليه الرز ان شاء الله. القياس ديال الماء اللي يطيب فيه الدجاج، صافي، وغنسد على الكميله ديالي بلا كوكوط، نسد عليها ونخليها طيب، ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله. غنزيد دابا داك الرز ديالي، راه غسلته مزيان ونشفتو، وغنقص على البوطا يطيب على خاطر. غنقص ليه يطيب هاد المريقة هادي طيب ان شاء الله، ونرجع معكم. ها هو الرز ديالنا بالدجاج، منين طاب هذا الدجاج دخلته شويه
دهنتو بشويه ديال الزبده شويه ودخلتو للفران، اللي بغى يخليه كيما هو طايب في ديك في داك الرز وديك المرقه يخليه، الا ما الا بغيتو تحمرو شويه تقدروا تدخلوا للفران تحمرو شويه، داكشي اختياري. وهاد الطريقه عاوتاني تقدروا ديروها حتى في اللحم، القطع ديال اللحم الا كاين اللحم هكا تقدروا ديروه بنفس الطريقه باش درت انا هاد الدجاج هذا. ايوا نتمنى هاد التفصيل ديال نتمنى هاد العشاء هذا مع هذا العشاء ان شاء الله نتمنى يعجبكم وتجربوه ان شاء الله وبصحة والراحة، وما تنساوش تشجعوني وشكرا لكم بزاف، وإلى فيديو جديد ان شاء الله. بالسلامة عليكم.